فقد درج كثير من الأئمة في هذه الأيام، في هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان، على الإطالة في القنوت، إطالة مملة ومجانبة لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأولا، إن سألنا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه قنت؟ الحديث الوارد في هذا عن رسول الله ضعيف الإسناد، لكن ورد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه، روايتان، لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، والأخرى: لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. وفي بعض الطرق البعيد: أستغفرك وأتوب إليك. لا مانع إذا زاد الشخص على هذا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقنطون في النصف الأخير من رمضان، كانوا عدد لا يقنط في أول رمضان ولكن يقنطون في النصف الأخير من رمضان، لكن لا يقنطون هذا القنوت الممل الطويل الذي تتجاوز فيه الحدود ويخرج به عن المعتاد الوارد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، القنوت جائز، نقنط بما يحتاج إليه المسلمون، نقنط بشيء من الوارد عن الرسول عليه السلام وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الآن فجعلوا القنوت مجالا للتنافس والصياح والعويل والسجع المكروه، فإن السجع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. فالتفنن في السجع، يعني السجع إذا جاء عفويا: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع، عفويا لا بأس، كما ورد عن رسول الله: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. لكن التكلف الزائد والإطالة المملة والصياح الزائد والعويل الزائد أحيانا، كل هذا ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فليتفطن الدعاة لذلك، فإنهم لا يبكون أثناء قراءة القرآن، قل وندر من يبكي أثناء قراءة القرآن، ولكن يتصيحون في البكاء في الأدعية التي يؤلفها بشر، التي يصيغها بشر. فنرجو من الأئمة الاقتصاد، لأن الناس تمل منهم، وكل واحد منهم يظن أنه محبوب وأنه فوق الأرض وتحت الأرض، ويأتي بالسجع الطويل يظن أن الناس كلها مبسوطة منه. نعم، ليس كل الناس متبعون السنة يحبون السنة، وكذلك كبار السن يتعبون من هذا الدعاء، وأصبح بعضهم يحمل هم ركعة الوتر بسبب الإطالة في القنوت التي قد تستمر في بعض المساجد ثلث ساعة متصلة، ولا يبكي الإمام في آية من كتاب الله، ولا يطمئن في ركوع، ولا يطمئن في سجود، والله أغلبهم لا تكاد تتم معه التشهد، لا تكاد، وأنت تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله ويسلم ولا تستطيع أن تنهي الصلاة، فلا يطمئنان في تشهد، ولا خشوع في تدبر آيات القرآن، ولكن عند هذا القنوت الذي زادوا فيه ما زادوا وأحدثوا فيه ما أحدثوا، بكاء وعويل وسجع وتكلف وصياح، وهذا ليس وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فاقتصدوا. ثم الأخطاء التي تصدر منهم أثناء هذه الأدعية، الأخطاء، سيقول: اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، اختر صفة من صفات الله مناسبة لإذلال الشرك والمشركين، لا تقول اللهم انتقم بهم برحمتك، لا تقول هكذا، إنما لكن يعني التكلف الزائد يذم ويخرج بالشخص عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.